Welcome to English Literature for Arab Learners. This is Poetry, Grade 3. William Blake's A Poison Tree. A Poison Tree is a psychological poem about a psychological phenomenon, which is the phenomenon of one's anger. This poem presents two methods of dealing with one's anger, either to confess this anger or to confine it. Let's see every means leads the person to which way. As we have said in the previous lecture, that William Blake combines between the art of painting and writing poetry, so that this is his portrait for the poem, and the lines of the poem is written on it. It's about a person lying dead under a tree, and then the lines of the poem are written there. The poem says, I was angry with my friend. يعني واحد بيتكلم in the first person I, بيحكي لنا عن تجربته, فبيقول I was, من I was فهمنا انها تجربة في الماضي, the past. فالشخص ده بيحكي لنا عن his past experience, and once he was angry with his friend. مرة كان واحد زعلان من صديقه. I told my wrath, يعني حكيت له على غضبي. واجهت صاحبي ده وقلت له أنا غلطان منك, أنا زعلان منك في كذا كذا. My wrath did end, يعني this is the result, النتيجة إن الغضب بتاعي انتهى في ساعتها. ونلاحظ هنا إن البيت يعني حصل فيه في سيزورة في النص اللي هي comma in the middle of the line, والنتيجة جت بسرعة جدا, إن بمجرد ما أنت بتكون كابت الغضب بتاعك ويعني وبتبوح بيه للشخص اللي أنت زعلان منه, الغضب ده بيزول على طول. ليه؟ لأن الشخص اللي أنت قلت له إنك زعلان منه رضاك أو صالحك أو شرح لك وجهة نظره, فبالتالي مش هيكون فيه أي نتائج نفسية سيئة والموضوع هينتهي على طول. طيب نيجي بقى نشوف للحالة التانية, لما بنصرحش بعض بالحقيقة وبنفضل كاتمين الغلط ده جوانا, يا ترى إيه اللي بيحصل؟ I was angry with my foe. أنا كنت غاضب من عدوي. I told it not. فما حكيتلوش على الغضب بتاعي. إيه بقى اللي حصل؟ My wrath did grow. الغضب بتاعي قعد ينمو. قعد ينمو زي إيه؟ زي النبات, زي الشجر, يوم بعد يوم عمال يكبر. ده معناها إن بقى ليه نتائج مش كويسة. And I watered it in fears. وبقيت أروي الغضب ده كل يوم بالخوف. Night and morning. Night and morning طبعا في بينهم antithesis, تضاد, بتدل ان الشخص الغضبان ده الحالة النفسية او المزاجية السيئة كانت مسيطرة عليه طول اليوم وطول حياته, سواء ليل او نهار هو مش مرتاح بسبب المشاعر السلبية اللي عنده. بيرويها بايه؟ With my tears, بالدموع بتاعتي. And I sunned it with smiles, وكنت بشمسه, بشمس شجرة الغضب, بشمسها بايه؟ بالابتسامات بتاعتي. And with soft deceitful wiles, وبالخداع, يعني ابتسم لصديقي ده اللي انا زعلان منه, لكن انا في الحقيقه باكن له مشاعر مش كويسه, وممكن ان انا كمان بفكر في الاذيه ليه. And it grew both day and night. الشجرة بتاعت الغضب بقت تنمو ليل ونهار, يعني طول الوقت طول ما الغضب مكتوم فهو عمال يزيد طول الوقت, بقى عامل زي الشجرة. Till it bore an apple bright, لغاية ما الشجرة دي أثمرت عن تفاحة لامعة. ونخلي بالنا من رمز التفاحة في الإنجليش ليتريتشر, إنها رمز للسدكشن, الإغواء, وده من قصة سيدنا آدم.
And my foe behold it shine، يعني عدوي رأى التفاحة وهي لامعة، ده برضو رمز الديسيت الخداع. And he knew that it was mine، وهو كان عارف ان الشجرة دي بتاعتي. And into my garden stole، عشان كده هو تسلل الى الحديقة بتاعتي عشان ياخد التفاحة، يعني طمع فيها. When the night had veiled the pool، لما الليل غطى المكان. ده معناها ان برضو الصديق جاي في الظلام متخفي عشان عارف ان هو بيعمل حاجة غلط. In the morning، في الصباح، glad I see، انا كنت مبسوط جدا لما شفت. My foe، العدو بتاعي، out stretched beneath the tree، ممدد تحت الارض، يعني ان هو ميت يعني تحت الشجرة اللي اكل منها التفاحة دي. طبعا حاجة بشعة جدا، ان عاوز يقول ان الغضب ممكن يفقد الانسان انسانيته. لما حد يشوف انسان يعني نايم على الارض مقتول أو ميت ويحس بالسعادة بمنظر زي ده ويتشفى فيه، ده يعني يبقى شخص مريض نفسيا. فهنا كأن الكاتب عاوز يقول لنا إن المرض كمان بتاع الغضب بيجيب لك مرض نفسي وبينزعك أو بيجردك من إنسانيتك. طيب، ده كانت الأبيات بتاعة القصيدة، وزي ما احنا ملاحظين إن القصائد بتاعة ويليام بليك كلها قصائد قصيرة. This poem expresses a very important social fact. القصيدة دي بتعبر لنا عن حقيقة، هي حقيقة اجتماعية وفي نفس الوقت نفسية، عشان موضوع الغضب ده مرتبط بعلم النفس أكتر. Which is the social protest against the confinement of feelings، وهو الاحتجاج ضد تقييد أو كبت المشاعر. Which was imposed on man during the neoclassical age or the age of reason، وكأن كبت المشاعر وان انت تحرم حد ان هو يعبر عن احاسيسه في العصر الكلاسيكي الجديد، ده كان ليه عقائب وخيمة. The poem says that the confinement of feelings، طبقا للقصيدة، ان كبت المشاعر whether good or bad is terribly dangerous، يعني ليه اخطار بشعة. In giving release، في تحرير او انطلاق هذه المشاعر، especially of hatred and anger، وخاصة لو مشاعر كراهية او غضب، this helps man to feel comfort، ده هيساعد الانسان على الشعور بالراحة. The idea is revealed through the four stanzas of the poem، يعني القصيدة هنا مكونة من قد إيه؟ من أربع فقرات أو مقطوعات، اللي هم الأربع فقرات أو المقطوعات كونوا مع بعض فكرة القصيدة. In the first stanza، في المقطوعة الأولى، the poet says that once he was angry، الشاعر قال لنا إن في يوم من الأيام هو كان غاضب with his friend، من صديقه، and told him of this anger، وحكى له إن هو زعلان منه. So this anger ended، راح النتيجة إن المشكلة انتهت فوريا وإن الغضب انتهى في ساعتها. Another time، لكن مرة تانية، he was angry with his enemy، هو كان زعلان من حد عدو. So he didn't tell him، فعشان كده ما راحش ما واجهوش وما قالهوش أنا زعلان منك. The result was that this hatred grew like a tree، النتيجة إن الكراهية دي نمت مثل الشجرة. In the second stanza، في المقطوعة الثانية، he developed this idea، هو طور هذه الفكرة. And said that his anger grows like night with his tears، يعني like a tree، هو قال إن الغضب بتاعه بقى عمال ينمو مثل الشجرة أو النبات، وإن هو he waters it، هو يعني بيرويها with his tears، بالدموع بتاعته. And suns it with his smiles، وبيشمسها بالابتسامات بتاعته. And deceitful، بالخداع، يعني ان هو بيخدع صاحبه، بيحسسه ان هو صديقه لكن هو في الحقيقة عدوه وبيكرههم. In the third stanza، في المقطوعة الثالثة، he says that the tree grew up، الشجرة بتاعت الغضب نمت بالفعل. And produced a bright apple، وأنتجت لنا تفاحة لامعة. His enemy saw it، العدو بتاعه شافها. And he knew that it was the speaker's apples، وعرف إن دي التفاحة بتاعت العدو.
In the fourth stanza, the enemy went to the garden. العدو راح على الجنينة. In the night, بالليل. To steal this apple, عشان يسرق التفاحة. And to eat it, ويأكلها. The apple was poisonous. طبعا التفاحة كانت مسممة. Because it's the product of the tree of anger. لأنها كانت نتيجة الغضب. مش نتيجة مشاعر إيجابية أو مشاعر فيها مودة أو حب. وده بيلفت انتباهنا إن إحنا لحظة الغضب ممكن الواحد يقول كلام مسمم لحد، حاجات يجرح مشاعره طول العمر، حاجات تسبب انفصال في علاقة بين اتنين سواء أقارب أو أحباء أو إلى آخره. يعني هنا الكاتب عاوز يقول لنا الرسالة من القصيدة دي إن مشاعر الغضب دي مشاعر مسممة. So by the morning, في الصباح, the enemy was lying dead. العدو كان ميت تحت الشجرة. As a typical romantic poem, the poem calls for the spontaneity of feelings. الشاعر هنا بيدعو إلى تلقائية الأحاسيس والمشاعر. And not suppressing them, وليس كبتها. This poem presents a new vision on man. القصيدة هنا بتقدم لنا رؤية جديدة عن الإنسان. And his feelings, ومشاعره. Blake calls for freedom in expressing the feelings, even if they are feelings of hostility. حتى لو هي مشاعر عداء ما تكبتهاش. وواجه اللي قدامك، يمكن في المواجهة دي يطلع ان في وجهة نظر او حاجة انت مش فاهمها، يطلع الشخص ده ما كانش زعلان منك وعنده ظرف تاني في حياته الخاصة انت ما كنتش تعرفه، فالناس هتبدأ تسامح بعض ويبدأ الدنيا تفك بينها. This idea is illustrated through an extended conceit. في هنا عندنا صورة ممتدة في القصيدة كلها إن هو تشبيه الغضب بالشجرة، which shows the bad result of suppressing feelings. It's comparing anger to the tree watered by tears. اللي كان بيروي الغضب هو الدموع. And sunned by deceitful smiles. وبتتشمس بالابتسامات. The product of this tree is poisonous apple. والإنتاج بتاعها كان تفاحة سامة. Which led to the death of the enemy. أدت إلى وفاة هذا العدو. هنا the apple التفاحة is a symbol for the bad effect of anger، رمز لتأثير الغضب السيء. It's a symbol of deceit. التفاحة كمان رمز للخداع. As it has a bright and beautiful appearance. لأنها دايما بيكون فيها مظهر لامع وجميل. From outside من الخارج. But it's poisonous from inside. ولكنها بتكون مسممة من الداخل. As it's the product of suppressing anger. So the poem is very near from the romantic poems. It calls for freedom and spontaneity of feelings. القصيدة هنا بتدعو للحرية حتى في التعبير وتلقائية المشاعر. It's a mystic tradition. يعني في نوع من التصوف. It's a tree that's inverted. الطبيعة هنا بتاعت الشجرة طبيعة معكوسة. ليه؟ لأن الشجرة دايما رمز للخير، رمز إنها الظل اللي بيضلل على الناس، حاجة بتجيب لنا ثمار بناكلها بتبقى دايما طعمها جميل، حاجة مرتبطة بالخير. لكن الشجرة هنا كانت شجرة شريرة لأنها بتجيب تفاح مسموم بيموت الناس. Because a natural tree will produce sweet apples. This tree is a symbol of life. الشجرة هنا في القصيدة دي كانت رمز للحياة. There is an allegory to Adam. القصيدة دي ممكن تعتبر قصة رمزية لقصة سيدنا آدم. As he ate the apple inside which there was the anger of God. وكأن التفسير الديني يعني للقصيدة دي إن سيدنا آدم مد إيده وأكل الشجرة اللي بتحتوي على غضب الله، إن هو آدم عصاه وكده. Which was hidden because God forbids him from eating the apple. The repetition of I. إن كان فيه في بداية القصيدة واحد بيتكلم ما نعرفش هو مين، عمال يقول I أنا. التكرار بتاع ال I points out، بيوضح لنا that the narrator is responsible، إن الراوي مسؤول for what he did، على اللي عمله. The repetition of تكرار and shows that anger is piled up، يعني الغضب بيتراكم فوق بعضه till the production of poison، لحد ما هينتهي
تقسم. There is accumulation in the feelings of persona. في تكرار، في تراكم للمشاعر بتاعة البرسونا اللي هو الشخصية اللي جوه القصيدة. لما بنكون في الشعر بنقول persona، لكن لما بنكون في الدراما أو في النوفل بنقول character. He doesn't make us take our breath. الكاتب، الشخص البرسونا اللي بيتكلم عمال يتكلم بسرعة فمش ملاحقين ناخد نفسنا معاه. Things are happening fast till it reaches the end. وكأن الأحداث عمالة تحصل بسرعة لغاية ما وصلنا للذروة وبعد كده النهاية. Wrath، الغضب، is compared to seeds، اتشبه بالبذور، that grow till it becomes a tree. بذور غضب قعدت تنمو لحد ما أصبحت شجرة غضب. وhave a Christian symbol، ده بيعتبر رمز مسيحي أو biblical symbol، رمز من الإنجيل اللي هو الأبل. The poem is not abstract، القصيدة مش بتتناول أفكار مجردة، يعني حاجات مش ملموسة. It can be understood through concrete symbols، القصيدة ممكن تفهمها من خلال الرموز الملموسة. He uses long vowels، الشاعر استخدم الحروف الفاولز المتحركة الطويلة، يعني بتاخد سقفتين في نطقها. In the end to express his triumph، عشان يدل على مشاعر الانتصار عنده. The poem is narrative، القصيدة أصلا تحس إنها short story، تحس إن إحنا بنحكي قصة، فهي دي فيها narrative elements، يعني عنصر روائي. In which in each line we have a story، يعني كأننا في كل بيت أو كل فقرة عندنا قصة. This is called the economy in style، saying a long story in few lines، وكأن إحنا عندنا حكينا قصة طويلة بس الشاعر عبر عنها في أبيات مختصرة. The poem is also dramatic، برضو عندنا عنصر درامي هنا. ليه؟ في heightening of events، في تصعيد في الأحداث. It's like ascended effect، وكأن في تأثير تصاعدي. The sound gets louder and louder، الصوت بتاع الشعر عمال يعلى ويعلى. His feelings grow more and more till it becomes a poisonous tree. The only innocent lines، الأبيات الوحيدة اللي فيها براءة وفيها خير وفيها مشاعر كويسة. The first two lines، أول بيتين بس في القصيدة. And the rest are full of experience، لكن باقي أبيات القصيدة كلهم شر. طب هم أول بيتين اللي هم كان فيهم خير دول اللي هم إيه؟ لما بيقولك إن أنا مرة كنت زعلان من صديقي فحكيت له على اللي مزعلني فخلاص الزعل انتهى بينا، وكأن هو الكاتب عاوز يقول لك إن ده الخير أو ده اللي المفروض يحصل. لكن على الجانب الآخر، لما ما بتقولش وتفضل تكتم في نفسك وتقعد تغل ويقعد يعني يزيد جواك مشاعر سلبية، ده بيبقى إيفل، شر، وبيبقى بيؤدي للفايلنس، العنف، والهيترد، الكراهية. The man who is lying under the tree، الراجل اللي في الصورة اللي في أول القصيدة اللي كان راقد تحت الشجرة ميت، كأنه crucified على شكل حد مصلوب، لأن يعني فاتح دراعاته الاتنين كأن حد على صليب. And this emphasizes the idea of crucifixion in the Christian doctrine، يعني ده بيؤكد فكرة الصلب طبقا للعقيدة المسيحية. At the beginning we sympathize with the talker، في البداية احنا كنا متعاطفين مع اللي بيتكلم ان هو بقى زعلان وكده. But does he have the right to kill his enemy؟ ولكن هل الشخص مهما كان زعلان وفي حاجة مضايقاه، هل ده يعطيه الحق ان هو يقتل العدو بتاعه؟ He becomes a victimizer، هو كده تحول من ضحية إلى جلاد. The enemy is both victim and victimizer. The poem raises an important question، القصيدة هنا بتثير سؤال غاية في الأهمية. Do we gain anything by war and destruction؟ هل إحنا بنحصل على أي مكسب من الحروب أو الدمار؟ Blake raises two points. First, you have to express your anger، الأفكار اللي القصيدة عايزة تأكد عليها إن أنت لازم تعبر عن الغضب بتاعك.
لازم يكون في تنفيس لهذا الغضب، تنفيس حاجة طيبة مش حاجة شريرة. There must be an outlet يعني مخرج، or you will destroy yourself، وإلا هتكون النتيجة إن أنت هتدمر نفسك and your enemy وعدوك. You will lose your innocence وهتفقد براءتك. According to the poem both parties are losers، هتبقى الطرفين خاسرين. Because he destroyed his own morality، لأن هنا الشخص ده دمر أخلاقه and killed the other وقتل الآخر، فتحول من شخص غاضب لشخص قاتل. The poet has tempted his enemy، هو أغوى عدوه، to eat the fruit عشان يأكل الثمرة اللي هي التفاحة. So the poet is also evil، يبقى المتحدث هنا برضو شرير. He allowed his anger، لأنه سمح للغضب بتاعه to grow more and more، إنه يزيد ويزيد. He is a premeditated murderer، هو قاتل مع سبق الإصرار والترصد. Viciously، بشكل شرير. Wickedly، بشر. Not by accident، مش قتل يعني بالصدفة. Through the painting، من خلال اللوحة المرسومة، we understand that the poet regrets killing his enemy، فهمنا أن الشاعر نادم على قتل العدو. Because he is crucified، لأنه مرسوم على شكل حد مصلوب. Though he said glad، بالرغم أنه في نهاية القصيدة قال أن أنا سعيد in the poem. This refers to contradiction، ده بيدل على التناقض داخل شخصية الشاعر. The original title of this poem was called Christian Tolerance، يعني في الحقيقة أو في بداية تأليف هذه القصيدة ما كانش اسمها A Poison Tree، كان اسمها التسامح المسيحي. This title، هذا العنوان، is attached ironically to the poem، يعني مرتبط بشكل ساخر للقصيدة. Because there was no Christian tolerance in his society، عشان المجتمع بتاعه كان خالي من أي تسامح نهائيا. بالنسبة للفيجرز اوف سبيتش، لو هنرجع نبص في الكتاب على الأبيات بتاعت القصيدة تاني، هنلاقي إن القصيدة مكتوبة على شكل الهيرويك كابلتس. What do we mean by heroic couplets؟ إن إحنا عندنا كل بيتين ورا بعض ليهم نفس القافية. يعني هنرجع نبص في الكتاب على الأبيات بتاعت القصيدة، هنلاقي من نهايات الأبيات إن الرايم سكيم A A B B C C D D E E. The form of this poem، شكل هذه القصيدة عاملة زي النيرسري رايم، أغاني الأطفال. The sound is a bit childish، الصوت اللي بيحكي القصيدة في حماقة شوية. There is a metaphor في كلمة did grow، في استعارة في كلمة grow مقصود بيها شجرة الغضب، وكأن الغضب اتحول إلى شجرة. My wrath، كلمة غضبي، is repeated، اتكررت، to emphasize the anger، لتأكيد على شدة الغضب ده. في ميتافور ان هو بيقول I watered it by fear، انا رويتها بالخوف، وكأن الخوف ده مية هو اللي بنروي بيه الزرع. وصندقت، وشمستها، بالديسيتفول سمايلز، بالابتسامات الخداعة، وكأن الابتسامة دي حاجة شمس. يعني في بارادوكس، مفارقة أو تناقض ظاهري، في deceitful smile، عشان الابتسامة دايما بتكون رمز للبراءة، للمشاعر الطيبة بين الناس، فعشان نحطها هنا نقرنها مع كلمة deceit، خداع، فده هنا عمل تناقض بين شقي البيت. طبعا في هنا antithesis، يعني تضاد بين كلمة night وmorning، وday ونايت. في speed، يعني the rhythm of the poem، الإيقاع بتاع القصيدة، في speed، في سرعة، تحس إن ال consequences جت بسرعة. Apple bright، تفاحة لامعة، فيها inversion، تقديم وتأخير، هي المفروض bright apple، الأدجكتيف الأول وبعدين النون. كلمة أبل نفسها دي فيها religious allusion، إسقاط ديني أو كناية دينية عن البيبليكال أبل، اللي هي التفاحة الإنجيلية اللي سيتان إبليس استخدمها for Adam's temptation، لإغواء آدم. This is the end of our lecture for today. Thank you and goodbye.